المسلمون ما زلنا مستمرين في الدرس الثاني، وهو واحد من أهم الدروس. ما هو الدرس تتوقعه؟ طبعا بعد ما تكلمنا عن الأحرف في هذا الدرس بإمكانك تتجاوزه إذا كنت فاهمه صح. هذا الدرس مهم، إذا كنت أنت فاهم الدرس هذا فما يحتاج أنك تشوف المقطع، راح يأتيك مقطع ثاني. جميل. الدرس هو عبارة عن راح نتكلم عن الأحرف المركبة. ما هي الأحرف المركبة في اللغة الإنجليزية؟ شنو معنى أحرف مركبة؟ لو سألك أحد قال أحرف مركبة إيش معنى الكلام؟ التعريف هو ببساطة هو حرفين أو أكثر، يعني حرفين يجمعون حرفين، تمام؟ والحرفين هذولا يكونوا صوت، بمعنى أنه عندي أنا باللغة الإنجليزية 26 صوت. جميل. طيب بدل ما نضع حرف معين قالوا إيش؟ قالوا أنه لازم نجتمع أو نسوي حروف معينة. قالوا لا ما يحتاج أن نسوي حروف معينة. طيب وش الحل؟ صار الحل أنه يجتمعوا حرفين ويطلع لي صوت مختلف، ما يوجد هذا الصوت كحرف. جميل. ما يوجد هذا الصوت كحرف. طيب نبسط المسألة أكثر. في اللغة الإنجليزية زي ما قلنا هي لغة تركيب، كل شيء يتركب، وضع هذا هنا، هذا تضعه هنا، إلى آخره. فمن هذه الجزئيات هي الأحرف المركبة، هي عبارة عن حرفين ثلاثة أربعة يكونون لي صوت واحد فقط. مثال عشان ننزل شوي، قلنا إن الأحرف 26 بالإنجليش. جميل. خلينا نعطيهم لون علشان يبدأ العقل يفهم. 26 حرف، حلو الكلام. خمسة أحرف متحركة، خمس أحرف متحركة، نعطيهم اللون الأخضر. ولما أحد يسألني يقول لي شنو الأحرف المتحركة، ببساطة إيش نقول؟ نقول هي عبارة عن إيش الأحرف المتحركة، أو تسمى الفاول، هي عبارة عن سوري، أول شيء نبدأ بالأي، إي، آي، يو، أو. جميل. أي، إي، آي، يو، أو، خمس أحرف متحركة. لما نبغى نفهم شنو معنى متحركة دائما راح نسمع كثير vowels، الفاولز، الفاولز، هذه الكلمة دائم كثير كل من بداية اللغة الإنجليزية إلين ندخل للأدفانس، ندخل بعلم السيمانتكس، علم الصرف والبلاغة، يعني مو بس جرامر، لا سيمانتكس يعني علم النحو، راح نسمع الفاولز. يعني الموضوع مستمر معاي إلين آخر يوم أتعلم فيه الإنجليش. إذن كلمة vowels عبارة عن بمعنى حروف متحركة، والحروف المتحركة زي ما ذكرنا هي عبارة عن خمس أحرف، وفي واحد يسمونه شبه متحرك ما أبغى أذكره الآن. جميل جميل. طيب السؤال اللي يطرح نفسه أكثر، لماذا سميناها حروف متحركة؟ لماذا سمينا الأحرف هذه متحركة؟ ليش ما سميناها اسم ثاني؟ ببساطة أبغى من الجميع يضع إصبعين على اللي هي السمى throat، اللي هي الحنجرة، ويضع وينطق لي اسم أ، أ sound، أ sound بمعنى sound بمعنى صوت، أ، E، I، O، U. إيش تلاحظ؟ تلاحظ ببساطة في vibration. شنو معنى vibration؟ معناته اهتزاز. إذن كل ما يهتز الصوت الذي يهتز في الحنجرة يسمى متحرك. شفتوا كيف؟ كل صوت يتحرك في الحنجرة هو vowels، هو متحرك. فسموها vowels لأن هذه الأصوات تتحرك بال vocal cords اللي هي الأحبال الصوتية، وأحبال الصوتية في الحنجرة. جميل. تمام. إذا خمسة أحرف متحركة vowels، وقلنا إن vowels تتحرك في الحنجرة علشان كذا سموها متحركة. تمام. إذا لما أسألك وش vowels تقولي خمسة، طيب ليش متحركة؟ لأنها تتحرك في الحنجرة. طيب
خلينا نرجع لدرسنا اللي هو كلنا حرفين فأكثر يكونوا لي صوت معين. تمام. ال P وال H لما يجتمعون مع بعض كل واحد قالوا يلا كل واحد ياخذ يعني كل واحد يجتمعون مع بعض ويكونون صوت معين. قال تمام. جاء ال P وال H قالوا حنا بنكون صوت F. F sound. F. نعم. ليش المفترض ما أقول فاء وبس؟ لأنه كذا تركيبة اللغة. فاء ساوند. كيف أفرق بين الإف فاء والبي والإيج كفاء؟ هنا يأتي في الجملة. مع الوقت راح نفهم شلون نستخدم الإف وليش ما نستخدم فاء ساوند ك يعني كحرف بحد ذاته. وأقرب مثال للكلمة هذه البي والإيج كلمة آيفون. أو كلمة فون. تمام؟ أقرب مثال لكلمة ثاء ساوند فون هي ككلمة بالشكل هذا، لكن كنطق هي بالشكل هذا. تمام؟ إذا اللغة الإنجليزية الذي يكتب، تمام؟ الذي يكتب قد يختلف ما ينطق. إذا ليس كل ما يكتب ينطق. في بعض الأحرف صامدة ورح ندرسها. ليس كل ما يكتب، هذه قاعدة مهمة، زي ما نعرف الفاولز المتحركة. ليس كل ما يكتب ينطق، لكن باللغة العربية في عامة يعني عامة الموضوع كل ما يكتب ينطق إلا تقريبا الألة الشمسية والقمرية تكتب ولا تنطق. تمام. لكن باللغة الإنجليزية لا، ليس كل ما يكتب ينطق، وممكن أني أكتب كحرف معين ينطق نطق مختلف. إذا هي لغة صوتية. جميل. تمام. إذا قلنا ال P وال H يكونوا لي صوت F sound. تمام. إذا نحفظها ونعرفها، إن لما أشوف ال P وال H ينطقوا حرف F sound مثل كلمة iPhone or phone. تمام. أو Philips or a Phil. تمام. كاسم. نروح للنطق الصوت الثاني اللي هو الـ S و H. الـ S والـ H ينطقوا كنطقا عربيا زي ما ينطق بالشكل هذا. Sorry. شين. ش. ش. إذا كلمة إيش؟ قلنا. Sorry. مثل كلمة ش شيب. عزكم الله الغنم. ش. إذا الصوت إيش نقول؟ صوت الإس الإس والإيج ش ش بالشكل هذا. ش. أيوة. repeat after me. قلدني، أبغاك تقلد أو تقلدي. تمام. ش ش. أيوة. برافو. ش شيب شيب. تمام. زي ما ننطق حرف الشين بالضبط. اذا قلنا ال P وال H ينطقون فاء ساوند، S وال H ينطقون شاء مثل الشيب. تمام. نروح للثالث تنطق شين. شين شين شين. جميل. شين شين. شاء ونون. شين. مش مثله مثل ستيشن. بلاي ستيشن. بلاي ستيشن اللي هي محطة. ستي تمام. ستيشن ستيشن محطة. تمام. إذا النطق هنا شوف كيف نطقنا. اس تي اي ستا ستا. شوف كيف ستا. بعدين نطقنا شن. ستي شن ستيشن. هنا نفس الكلام. ش شيب شيب. نفس الكلام هنا. ف فون فون. تمام. اذا الكلمة الثالثة هي شن، وقلنا مثل كلمة ستيشن. الكلمة الثالثة هي تقريبا متشابهة مع الكلمة هذه، لكنها لا تنطق زيها.
ايش نصير؟ ايش يصير الحرف؟ يصير عفوا دقيقة معلش، تنطق بالشكل هذا. اذا بدايتها تاء ساوند، تاء صوت، حرف التاء صغير جدا كأنك لم تنطق. مثل تش تش، ابغاكم تنطقوا معي تش تش. ايوه برافو تش، ايوه بالشكل هذا تمام. مثل كلمة cheer اللي هو او cheese تش 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 تمام. تشا، اذا قلنا تشا شوفوا بالشكل هذا تش تش، وبعدين هنا دبل اي نمدل شوي الكلمة، بعدين سا ساوند تش تش، او بعض الايام الساء تنطق زا ساوند، راح ناخذه ان شاء الله في علم الصوتيات تمام. تش تش تشيز، صارت الاس زا ساوند، ليش؟ نبي ناخذه ان شاء الله صوتيا. او تشير تمام، او كلمة تشير. اذا فا شا شن تمام. طيب روح لكلمة ثانية راح تكون جن 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 تمام. جن حلو، جن بالشكل هذا تمام. جن، فكلمة S I O N تنطق جن. إذا قلنا الأحرف المركبة هي عبارة عن حرفين أو أكثر، هنا عندي أربع أحرف، لاحظتوا معي؟ إذا أربع أحرف ينطقوا بس الصوتين هذه جن. نعم، إيش مثله؟ مثل كلمة يعني كلمة إيش دي أو سوري في فيجن فيجن. الفيجن مثل نقول فيجن 2030، رؤية 2030. إذا فيجن هي رؤية، قلنا S I O N تنطق جن. هل هي يعني كل ما تشوف أي تشوف الكلمة هذه تنطق جن؟ عادة جن. هنا نفس الكلام شن، هنا بالعادة ودائما يعني تنطق تشا، بعض الأيام كا راح ناخذه بس نادر جدا. هنا شاء ساوند، هنا عادة اف. جميل، هذه تقريبا الأحرف المركبة. نروح للحرفين هذولي، هذا الحرفين عندهم مرحلتين، عادة ينطقون جاء ساوند جاء، مثل حرف القاف، بس مو قاف زينا قاء قاء، لا جاء جاء، كأنه بين يعني جاء ساوند، هي ليس قاف حرفيا يعني بيسمى exaggeration يعني مبالغة فيها صوتيا، جاء لا جاء ليس قاف. مثل كلمة ghost، ايش معنى كلمة ghost؟ ghost ghost مثل هو الشبح، ghost جاء ساوند، اذا جاء او اس تي ghost ghost، تلاحظ ghost بمعنى شبح. طيب تمام حلو، نروح للفكرة الثانية، أيضا قد لا ينطق إذا اجتمع الحرفين ذولي، لا ينطق عادة إذا كان في وسط الجملة، مثل كلمة sorry مثل كلمة night تمام. night تلاحظ أنه الحرفين ذولي ما يح night، ما في أي نطق يعني هذول. إذا night أو كلمة night ليل اجتمعوا انه ما ينطق. برضو تلاحظ بعض الايام يكتب لك كذا بالشكل هذا نايت تمام. انا ما ابغى ادخلكم بالفكره هذه، لكنه قد يكون ينطق قاف وقد لا ينطق. متى ما ينطق؟ اذا كان في وسط الجمله عاده تمام، وراح نعرف خلال الكلمات والبراكتس والممارسه انه هذا لا ينطق هذا ما ينطق كذا تمام. اذا ابغاكم تفهموا، اذا فا ساوند شا شن تشا جن قاف او لا ينطق تمام. روح برضو لكلمه ذا، تي والاتش تنطق يا ذا او ثا. ذا مثل كلمه ذا، اذا قد ينطق ذا
سوري ذا او ثا. اذا تي والاتش له مرحلتين في النطق ذا او ثا، متى ننطق ثا ومتى ننطق ذا. طبعا نفس الكلام راح نعرف خلال الجمله، راح اعرف انه لا والله هذه ذا مع الممارسه. مثال مثال ذا مثل كلمه ذات او ذس اسم اشاره، هذول اسماء الاشاره ذس ذات ذا ساوند ذا 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 والف ذا. تمام نفس الكلام ثا مثل كلمه ثيف ثيف. تمام ثيف بمعنى الحرامي او السارق. ثا ثيف ليس ذيف نو اتس ثيف ثا ساوند. جميل اذا حرف تي والاتش نطق له نطقين يا ذا او ثا. حرف الدبليو هو عاده ينطق دبليو، عاده ينطق بالشكل هذا واو واو مثل كلمه كثير من الكلمات مثل ووتر ووتر، او عاده بعض الايام لا ينطق مثل هو هو. متى ننطقه متى ما ننطقه، متى ننطقه واو متى ما ننطقه واو لا ينطق، راح نعرف ان شاء الله تعالى مع الايام مع الممارسه. اذا دبليو ينطق واو عاده وينطق واو. تمام تمام. ايضا نروح لحرف الاتش، الاتش لا ينطق اتش نفس الدبليو، هو ينطق ها ساوند ها مثل كلمة help sorry help help مساعدة أو ساعدني. تمام إذا قلنا ال P وال H ينطق ف sound. تمام ف شا شن شن جن قاف أو لا ينطق ذا ثا واو عادة وبعض الأيام لا ينطق. حرف ال H ينطق ح في الغالب. فهذول أهم أشياء موجودة في الأحرف المركبة. عرفنا شنو معنى الأحرف المركبة، عرفنا وش كيف ينطقون، كيف احتياجاتهم، ما هي الأحرف المركبة، ما هي الفاولز، كل هذول الأشياء عرفناهم علشان لما ننتقل إلى الأسماء لما أجلس أقول لكم تذكروا الكلمة هذه تقولون نعم نذكر. شكرا لكم وإلى اللقاء.